مي شوشو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في الفيديو جديدة ديال قناتكم شوشو شانيل. كيف نتوما؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. شوفوا نحيد باش يبان لكم. كتشوفوا هنايا لا بيسين، هادو دو بيسين ديال اوتيل لا كاسبا. هاد لا فيديو بالنسبه للناس اللي بغاو اون جورني في لا بيسين. انا اعطيكم لي ديتاي كاملين على لي بري ديال لا بيسين، وحتى انا جيت هنايا صراحه باش ناخذ غير ان بتي داج، يعني فطرت هنايا عندهم اون فيو على البحر رائع على لوسيون منظر غزال. غتكونوا شفتوا شي مقطعات في الاول ديال الفيديو، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم لي ديتاي كاملين سواء على لا بيسين سواء على لوتيل. صراحه ما عنديش عليه بزاف ديال لي ديتاي، ولكن الا بغيتوا تدخلوا وتشوفوا زعما لي بري ديال لي شامبو ديكشي. مي سينو بالنسبه لا بيسين والريستو والكافي غنعطيكم لي بري ديالهم كاملين. خليكم مع الفيديو ما تشوفوش. شوف بالنسبه للموقع فغنخلي لكم لو ليان ديال لا لوكاليزاسيون ديريكت ديال اوتيل لا كاسبا كما دائما في لابار دانفو اولا في صندوق الوصف. بالنسبه للطريق بديت لكم طريق حتى حدا وادي كم بالضبط، طريق الساحليه الناس ديال رباط وصلا وديال تمسنا وتماره وكلشي وصخيرات راه غيعرفوا هذا الطريق. هذه طريق الساحليه مباشره، كيف كتفوتوا وادي كم كتلقاو الكلوب ديال الفروسيه على اليمين، ومن بعد كتلقاو هذا الدخله على اليمين ديال شاطئ غوز ماري، ها هي كتبان لكم في البلاكه. وعلى الشمال ديالكم او على اليسار كاين اوتيل لا كاسبا او لا اوتيل القصبه، راه معروف بزاف. الناس اللي ما عندهم شي طوموبيل بامكانكم تجيو في البوس رقم 33. شوفوا بالنسبه للبيسين بيسين هما هادو كاينين جوج، هادي الكبيره اللي غارقه 120 درهم، واللي قل من 5 سنين راه هي صغيره تما ب 80 درهم. راه وريتكم لي بري، شوفوا غارقه تبارك الله، هادي مزيان كتبان غارقه نيت، شفتوا دقيقيه لي لي شومبر. هذا سي ان اوتيل كيما قلت لكم، ها نتوما شوفوا لا بروفوندور هنا 2 متر، ها هي فين مكتوبه، شفتوا قلت لكم هذه كتبان غارقه، ها هي كتبين هنايا بروفوندور 2 متر، حيت هذا الزليج القاعي كيبان بعيد. وطبعا راه غادي لي بيسين كاملين كيكونوا ماشيين وكيغرقوا كيزيدوا اون بروفوندور. هنايا لي ترانزات وديك الشيء، هادو لي شومبر دوتيل اللي كيطلعوا على الريستو، ها هما لا على لا بيسين والريستو، ها كيفاش عاملين. شو واحد القطيطه، القطه زيونه كتشبه لوسي، شو عينه مشدودين وعاملين لها الكوليه ديالها، كتسكن هنايا يمكن قطه لوطيل تهلاو فيها مي تجيو. فوالا ها لا بيسين، هيدا الا جيتو لا بيسين ولوطيل، ها ولوطيل ولي شومبر هما لهاد الجهه. شوفوا هنايا لي شومبر عندهم حتى لي تيراس ديالهم، شفتوا راهم عاملينهم بالبلو ماجوريل، طبيلات ديال الحديد والكراسه. كاين ناس اللي كيفطروا حتى في لي بالكون ديال لي شومبر ديالهم اولا لي تيراس. وهنايا كتطلعوا نيشان الا بغيتوا تجيو غير للريستوران، ممكن انكم تجيو غير للريستوران وعندو اون في زيون على البحر، راه البحر لين كيبان ولكن تما شويش مغيمه، باقي ما كتبان ما كيبانش مزيان. ولكن ها نتوما كاين هاد لاصال هادي لداخل، وكاين حتى هنايا المنظر على برا، او منظر على البحر مزيون. كاين لي شومبر عاود لي عندهم التيراسه على هاد المطع، هادي لي بالكون هيدا كيخرجوا على الرمله نيشان. البحر راه هو قبلتنا، شوفوا
واحد اللعيبه غنمشيو هيدا مع هذا الطريق وكاين الباب وكاين الدريجات لابلاج. ثم كاين لا تيراس تما وهنايا الريستوران من الداخل. ها كيفاش عامل فوالا شفتوا، وهنايا كاين فين تقدروا تاخذوا داكشي اللي بغيتوا، الكونفيتور، العسل، مليحه، الكمون، البيض، فوالا داكشي كامل. مي شوفوا بالنسبه للمنيو ديال الريستوران، ها هو، شوفوا ديروا بوز وشوفوا لي بري على خاطركم كاملين. فوالا شوفو، جيت لهنايا باش نهضر لكم على الفطور. صراحه كما شفتوا لداخل كاين هذا الريستو، هذا الساحه اللي وريتكم وداكشي، كاين قبلتكم البحر. صراحه لافي مزيونه. علاش؟ لانه كاين ما كاينش ديك الزاج اللي كيسدوا داكشي، كاين الاسباس اوفير، كيبان لكم البحر قبلتكم. الجو مزيون، انتم شفتوا البحر بدا كيبان حيت الشميشه بدات كتخرج واحد شي شويه. المهم بالنسبه للفطور الثمن ديالو 50 درهم. كاين ان بوفي فيه الانواع ديال لافينوازري، فيه البيتي بان شوكولا، شنيك ولي كرواسون. صراحه الكاليتي ديالهم ماشي تال تما، زعما ما مخدومين شي مزيان، ما حتى شي حاجه ما كليتهمش انا، ولكن باينين زعما من لو توشي، ملي كتقيسهم هذيك الشيء زعما ماشي شي حاجه. كاين واحد السيده اللي كتعدل الرغايف، كتكون تما كاينه حدا ديك البلانشه اللي كيطيبوا عليها الرغايف، تما فين زعما كطلبوا عند الرغايف حتى هي لداخل. كاين اتاي، كاين عصير دلتشين، ماشي العصير دلتشين طبيعي، العصير دلتشين ديك بحال ديك عرفتوهم ديك نكتاري ولا ما عرفتش شنو سميتو، المهم بحال هذاك الشيء. كاين البيض مسلوق، كاين الملح والكمون، كاين العسل، الزبده، هذيك الشيء اللي شفتو في البيفي كامل. الثمن ديالو 50 درهم، كتاخذ اي حاجه بغيتي من البيفي بلس ياغورت حتى هو كاين دانون. هذا الشيء اللي كاين، يعني تقدروا تجيو لهنايا بلا ما تجيو بلا ما تدخلوا مثلا لابيسين، ولا بلا ما تدخلوا لوتيل ولا حتى شي حاجه، تقدروا تجيو لهنايا لهذا الغيستو هذا ديال لوتيل اللي تفطروا فيه. جيت هنايا لهاد البلاصه هادي فين كاينين لي شومبر، كاينه واحد لا شومبر هنايا كتنيطويها، يمكن لا فام دو شومبر، غنوريكم دغيا شويه شويه. ها هي لا شومبر كيفاش عامله. ما ديوش على هذا، راه كلشي محيد، هذا الشيء لي دغا وداكشي محيدين، الحمام والدوش راه هو لداخل. كاين اميني بار، كوافوز، سكريفانيه، بلاكار وداكشي. شوفوا هذا هو الديكور ديالها. طبعا كما قلت لكم لي دغا راه محيدين حيت كي نيتويو. ها نتوما كاينه هنايا لا فام دو ميناج كتنيتوي لا شومبر. كاين الكول بالنسبه للناس زعما باش باش كلشي يكون عارف، زعما كاين الكول. ها نتوما شوفوا، يمكن هادو ابارامون خرجوهم من شي شومبر. شفتوا كاين كيسيرفيو هنا الكول. مهم علينا بالنسبه لبنادم اللي بغى يجي مع وليداتو ولا يجي شوفوا البحر كيفاش كيبان، يجي يدوز نهار مزيون في لابيسين. اللي بغى يقدر كاع عاود يجي لوطيل وما تاخذش هنا الكل، ما مشي بالضروره. فهمتوا كيفاش كاين الريستو، كاين كلشي. شوفوا النظر من هنا مزيون الصراحه. شفتوا صراحة حتى المنظر في لوطيل واعر. شوفوا لي شومبر، كاينين لي شومبر كيدون على الجردة وعلى لا بيسين، وكاينين لي شومبر اللي كيطلوا كما وريتكم حتى على البحر. شوفوا منظر صراحة غزال، دنيا نقيقية مخضرة. كاين جميع انواع الورد، كاين هذا الدفلة، كاين بوغانفيليا، كاين واحد هذا والله ما عرفتش شنو هو هذا النوع، هذا كاين بوغانفيليا، راه هو مزيون صراحة المنظر، والله الا مزيون عجبني بزاف. هانتوما شفتوا والله الا مزيون بصح، ما كنتش زعما دائما كنت كندوز على هنايا طريق البحر راكم عارفين. وهذا شو واحد الناس مفرشين واحد البونج، واحد العيبه ومخدات وجالسين هنا.
قلتكم دائما كنت كندوز زعما على لا روت كوتيير وكيتبان لي ديك اوتيل القصبه او نيفو ديال الصخرات، ولكن عمري زعما ما قلت ما دخلت له لداخل نشوف. صراحه عجبني، شوفوا هاد لو بلو ماجوري حتى هو فن، عاطي منظر غزال. صراحة من ناحية ديبلونت وديال الخضورة وديال زعما لا فيردور الغاز وداكشي، لوطيل تخي تخي بيان اونتروتوني. بالنسبة لي شومبر دابا مع الصباح راكم عارفين داك الميناج ديال لي شومبر وداكشي، راه كيكونوا لي فهم دي شومبر دو شومبر كيدورو هنايا كينقيو داكشي، ما عرفتش ولكن كتبان زعما الدنيا نقية الصراحة. شوشو كان هذا ان بون بلان بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يا اما يفطروا هنايا قبلت البحر بمنظر صراحه مزيون، اون فيو مزيونه من هنايا، يا اما بالنسبه للناس اللي بغاو لوطيل. صراحه لي شامبل لوطيل انا ما دخلت لهم شي باش زعما نقول لكم رايي ديالي فيهم، ما عرفاش لي بري ديال لوطيل غالي غيكون عندهم ان سيت كتبوا اوتيل لا كاسبا في الانترنيت يقدروا يعطيكم لي بري بالنسبه اللي مهتم زعما بلوطيل. مي سينو انا كنسكن في الرباط دونك اوتيل في الصخيرات زعما سافا با مانتيريسي حيت قريب لي نقدر نجي ونرجع، فهمت؟ دونك ما عرفتش بالنسبه لوطيل، ولكن بالنسبه لا بيسين كما قلت لكم 120 كبارين 80 الصغارين، لا بيسين دقيقه كاين دو بيسين زوينين وداكشي، لا تيراس مزيونه يعني بالنسبه للناس هو اللي بغى يجي يدوز اون جورني كامله في لا بيسين، يا اما اللي بغى حتى يجي غير يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى. الريستو دابا راه كيما شفتوا وريتكم لي بري ديال الريستو اللي كاينين زعما هنايا وداكشي. المهم هادشي اللي كاين، نقول لكم السلام عليكم على بروشين فيديو، نتمنى هاد لو بون بلان هذا يكون عجبكم. باي باي عليكم شوشوات، ما تنساوش تابوناو راه باقي ما جين دوطخ بون بلان. سلامة شوشوات، باي باي.